نحن قلنا في معرض الحديث أننا نحتاج إلى عقل مسترشد بالشرع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم في كل الأمور عن أن نضيع الصلات التي بيننا بالحسد أو الأخلاق السيئة، فما بالك لما تكون مائدة القرآن الذي هو كلام الله؟ فكيف يقبل من شخص أن يكون حاسدا لزميل له يحفظ القرآن الكريم؟ يعني هذا غير، لا ينسجم مع مسألة تعلم القرآن والمهارة في القرآن الكريم. فالذي هو يتخلق بخلق الحسد هذا لماذا يتعلم القرآن؟ والقرآن إذا دخل في قلب هل يبقى فيه من الفضلات الفاسدة؟ المفروض أن يتطهر هذا، لا يمكن أبدا أن يكون التنافس في تعلم القرآن الكريم يقود إلى الحسد، مستحيل.